السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده قبل 24 ساعه من مباراه الاهلي والرجاء، المباراه المرتقبه، المباراه الجماهيريه. ولكن اسمحوا لي افكركم ان النهارده هيكون حلقه خاصه جدا، هنقل لكم كل الاخبار من خلال الاهلي في رمضان واخر اخبار بعثه النادي الاهلي قبل المباراه المهمه جدا امام فريق الرجاء اللي هيحضرها 42,000 مشجع، ورقم قياسي تبعا لما تداولته المواقع المغربيه عن فكره ان 25,000 تذكرة في خلال نصف ساعة تم حجزها عبر المواقع الإلكترونية، وباقي 17,000 تذكرة هيتم توزيعها عبر المنافذ. واعتقد دي عملت مشكلة، فكرة 17,000 تذكرة كانوا محتاجين كلهم يكونوا عبر المواقع الإلكترونية. لكن جماهير لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي مستعد تماما، وعارف ان في ضغوط جماهيريه هتكون متواجده في الملعب. ولاعيبه النادي الاهلي مرت بالمواقف دي وباصعب منها، ويعني كان عندكم مباراه الهلال السوداني خير دليل. وحتى بيتسو موسيماني اتكلم مع اللاعبين قال كل شيء متوقع، انتوا عديتوا بمواقف اصعب من دي كتير، احنا كنا بنحقق نتائج سلبيه في القاهره وبنروح نحقق نتائج ايجابيه خارج الديار، فبالتاكيد ان شاء الله هيكون بس بالتركيز بالرجوله بالروح القتاليه بدراسه المنافس بشكل جيد جدا، خاصه ان انتوا عارفين كويس جدا ان امكانياتكم الفنيه اعلى من امكانيات المنافس. اكيد مش هنرتكن ده، ولكن ده نوع من انواع بس الثقه عند لاعبي النادي الاهلي، والامكانيات الفنيه والفوارق الفنيه يعلمها الجميع، مدرب النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، والجانب الاخر من مدرب الرجاء ولاعبي الرجاء وجماهير نادي الرجاء. يمكن مدرب فريق الرجاء اتكلم عن فكره الروح القتاليه اللي محتاجين يلعبوا بيها امام النادي الاهلي زي ما لعبوا بيها في القاهره، وبيقول ان انا عندي مباراتين اقدر اكتشف منهم كل نقاط القوه والضعف في النادي الاهلي، مباراه الاهلي والرجاء في السوبر الافريقي ومباراه الاهلي والرجاء في ماتش الذهاب. الحمد لله النتيجتين كانوا لصالح النادي الاهلي، يمكن تعادلنا في السوبر الافريقي في اخر دقيقه لكن قدرنا نفوز بركلات الترجيح، وفي المباراه الثانيه قدرنا نفوز 2-1. وبالتالي المدير الفني قال تصريح مريحني انا شخصيا، تصريح لازم نلعب عليه بجانب نفسي. رشيد الطوسي قال ان هو بيجهز لاعبيه لركلات الترجيح، ده معناه ان هو عارف او عنده حسابات ان النادي الاهلي وارد يسجل فيه، وبيطمع ان هو يسجل هدفين كفريق الرجاء البيضاوي المغربي. خلينا ناخد الجانب الايجابي وهو فكره الاستعداد لاستقبال هدف من النادي الاهلي، وهو ده اللي لازم نتكلم فيه مع لاعبتنا. وعجبني جدا تصريح كابتن سامي قمصان اللي طلع وقال احنا لازم جايين عشان نسجل في مرمى الرجاء عشان نرفع الضغوط عن اللاعبين. ومع ذلك كابتن سامي قمصان، وده اللي كان مهم جدا بالنسبه لي، ان هو يكون واصل للجهاز الفني واللاعبين، حاطين كل الاحتمالات في حساباتنا حتى لو لا قدر الله استقبلنا هدف من فريق الرجاء، عارفين هنعمل ايه ومجهزين هنعمل ايه. مباراه هتحسمها تفاصيل دقيقه، مباراه هيحسمها فكره التركيز. واتمنى ان انت تنزل فتره طويله، فتره التدريبات حتى لو قبل التدريب او التسخين او الاحماء، تنزل تلف لفه في الملعب، تاخد يعني خضة الجماهير، تاخد ضغط الجماهير في البداية، فتنزل في التسخين تاخد جزء اخر، فتنزل في المباراة يكون الضغوط عليك اقل. وازاي تحول الجماهير دي من وسيلة ضغط عليك لوسيلة ضغط على لعيب الرجاء؟ هو انك تسجل هدف، ولو سجلت هدف ان شاء الله باذن الله ان الاهلي قادر انه يسجل، هيسجل كمان اكثر من هدف، لان خط دفاع فريق الرجاء عنده مشاكل كبيرة جدا، ولو لعب كمان دفاع متقدم هتظهر المشاكل اكتر واكتر. وعندنا اللاعبين اللي يقدروا يستغلوا ده سرعات ومهارة احمد عبد القادر وبيرسي تاو وتواجد محمد شريف وحسين الشحات اللي قادنا مباراة الذهاب بشكل خرافي وبشكل جيد جدا. على الجانب الاخر مهم جدا الاتصال اللي حصل بين رئيس النادي الاهلي ورئيس نادي الرجاء، واكد على العلاقه الطيبه وهدى كل شيء متعلق بالفتنه. بالتاكيد من حق جماهير الرجاء انها تكون داخل ارض الملعب في شده الحماس لجماهيرها، ولكن على الاقل الخطوات اللي اتخذها النادي الاهلي من هنا وايقاف الفتنه من مصر وضحت ان الصوره اللي بيشوهها الاعلام المصري وتحديدا الاعلام المنتمي لنادي الزمالك. في الخارج الامور كويسه جدا، علاقه طيبه جدا، الرئيسين بيتكلموا مع بعض، رئيس نادي الاهلي ورئيس نادي الرجاء بشكل طيب جدا، اطمئنان على بعثه النادي الاهلي في المغرب. كل المشاحنات بدايتها هنا، بدايتها انديه منافسه وجماهير انديه منافسه. المشاحنات اللي حصلت مع الترجي كانت بدايتها هنا، المشاحنات اللي حصلت في الهلال السوداني كانت بدايتها هنا. المرة دي النادي الاهلي وقد المشحنات هنا
قبل ما تصل للمغرب وتجتاح المغرب، وكانت تبقى الامور مشتعله بشكل كبير. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وده اللي بيتمناه بيتسو موسيماني. غياب التوفيق في القاهره كان عامل كبير جدا. انس الزنيت تصدى لحوالي 8 تصديات من داخل ال 18، وده رقم كبير جدا. ربما البعض يقول ان ده بيعكس تألق ملحوظ لحارس المرمى، ولكن انا بشوفه توفيق ملحوظ لحارس المرمى ورعونة وعدم اللعب بشكل جيد في انهاء الهجمات من قبل مهاجمي النادي الاهلي. وبالتالي انت امام مباريات النصف فرصة، وبالتالي انت محتاج تكون في كامل تركيزك داخل منطقة الجزاء وفي كل فرصة تتاح ليك. ده بالنسبة لمباراة الاهلي والرجاء. عندنا ازمة حصلت في الاعلام السعودي، بس ازمة يعني ايه ظريفة، الناس خدوها ما صدقوش الكلام وخدوا الكلام وعقبوا عليه واكتشفوا ان هم كلامهم هم اللي صادقين. الكابتن سمير عثمان الخبير التحكيمي بقناة اون تايم سبورت واحد القنوات السعودية واحد البرامج السعودية طلع وقال ان شعبية النادي الاهلي وشعبية النادي الزمالك 50-50، يعني من كل 10 هتلاقي 5 اهلاوية و5 زملكاوية. جماهير النادي الاهلي انتقدت بشدة الكابتن سمير عثمان، وانا الامانة بحب جدا الكابتن سمير عثمان لاني بشوف فيه الخبير التحكيمي اللي هو بيكون حاسم للامور وبيقدر يقول وجهة نظره من غير ما يمشي مع قرار التحكيم او يعني خلي الامور لونها رمادي وما تلاقيش له رأي واضح. كابتن سمير عثمان من الناس اللي لها رأي واضح ورأي صريح ورأي جريء، وبالفعل انا مفتقده في التحليل التحكيمي في اون تايم سبورت، ولكن هو تقريبا مركز مع القناة السعودية فطلع بالتصريح ده. هو تصريح انا بشوف لو هو مصدق التصريح ده فهو عنده معلومات او داتا جات له غلط، لكن انا بميل لفكرة ان هو بيبعد نفسه عن فكرة الصراع ما بين جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك وما بين الاتهام بالميول. انتوا عارفين الامر بقى صعب جدا في الاعلام الرياضي وصعب جدا في مصر، فتخيل لو الخبير التحكيمي اللي اشتغل في قناة النادي الاهلي اللي اتحارب عشان ما يكونش رئيس لجنة الحكام عشان اشتغل في قناة النادي الاهلي طلع وقال ان جماهير النادي الاهلي اكبر بكتير من جماهير نادي الزمالك، وهذا الحقيقي وهذا الواقع، كان هيحصل ايه من اعلام نادي الزمالك؟ كان هيتم اغتيال الكابتن سمير عثمان. ولكن لو المعلومة هو بيقولها مقتنع بيها تماما فلازم نقول له لا يا كابتن الموضوع مختلف تماما، شعبية جماهير النادي الاهلي اكبر. وانا الامانة من اقل القضايا اهتماما في قضايا النادي الاهلي هي قضية الشعبية دي، لاسباب متعلقة بفكرة ان انا مش منتمي للنادي الاهلي عشان عدده اكبر، ولا فارق معايا فكرة العدد الاكبر من العدد الاقل، ولكن لما تيجي في الامور اللي متعلقة بالتسويق وفكرة عقود الرعاية لا لازم تكون متمسك بالقضية دي، ولازم تكون موضح بشكل كبير ان لا ارض الواقع مختلفة. انزل اي مدرسة، انزل اي فصل، انزل اي جامعة، انزل اي مكتب عمل، انزل اي مكان وشوف مين اهلاوي ومين زملكاوي، هتكتشف النسبة الاكبر لجماهير النادي الاهلي. ده امر يعني مش خاضع لفكرة احتمالية صواب من خطأ، الامر ده معروف وواضح جدا. ويمكن جماهير النادي الاهلي ردت بمنتهى القوة على الكابتن سمير عثمان، ويمكن يعني المذيع وليد الفرج اتكلم بشكل ان فكرة جماهير النادي الاهلي عجبتنا وبعث لنا فيما معناه الرواقوه كده بالمصري، فبالتالي يعني بيعتذر له لو سبب له اي شيء، لكن في النهاية اعتقد جماهير النادي الاهلي وجماهير الكرة المصرية بتحب الكابتن سمير عثمان لان راجل يعني ملوش اي مشاكل، وحتى في ارائه زي ما بقول خبير تحكيمي، هو خبير تحكيمي من المميزين جدا 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 في مصر. لكن اذا كنت عايز تعرف كابتن سمير فعلا شعبية النادي الاهلي فممكن نخلي كابتن جمال عبد الحميد بنفسه اللي كان عضو في مجلس ادارة نادي الزمالك الحالي ولكن حصل قرار باستبعاده كان بيتكلم عن شعبية النادي الاهلي وشعبية نادي الزمالك وهي بتنقرض بشكل فيه تأثير او تأثر ازاي. خلي بالكم الجيل ده بيحاول يعني بيخلي شعبية الزمالك تنقرض. دلوقتي ما بتسأل اي طفل ماشي في الشارع انت بتشجع نادي يقول لك الاهلي. الموضوع مش موضوع دلوقتي عايزين بطولات، الجيل ده لازم يجيب بطولات عشان الشعبيه هتنقرض فعلا مع الجيل دوت، حرام. ده طبعا كان لقاء قديم للكابتن جمال عبد الحميد وبيتكلم فيه ان لو سالت اي طفل في الشارع دلوقتي هيقول لك انا اهلاوي، وده الجيل اللي بيخلي شعبيه نادي الزمالك تنقرض وبيقول حرام. بس الكابتن جمال عبد الحميد نفسه هو فعلا جرب يسال اطفال انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ امبارح دكتور عايز اقول لك حاجه، انا كنت اول امبارح في المدرسه بدعو كده الندوه مع الطلاب صغيرين في السن، فسالت مين اهلاوي، كان حوالي موجود في الاوضه 40 ولد مين اهلاوي، حوالي 38 رفعوا ايديهم، ففضل اثنين. طب اقول مين زملكاوي، فواحد رفع والتاني ما رفعش، بقول له انت ما رفعتش ليه؟
قال لي انا زملكاوي بس مكسوف ارفع ايديا. دي الاطفال اللي سالها كابتن جمال عبد الحميد، 40 طفل 38 قالوا اهلاويه، واثنين واحد قال انا زملكاوي والتاني زملكاوي مكسوف يرفع ايديه. نقدر نقول ان الاطفال دي هي اللي كبرت دلوقتي يا كابتن سمير واصبحت شباب او دخلت الجامعه. فتخيل دلوقتي الطفل اللي هو كان مكسوف يقول ان هو زملكاوي، توقعي ان هو بدا يقول ان هو زملكاوي تحديدا بعد يعني حلم الوصول لنهائي افريقيا امام النادي الاهلي وحصوله على بطوله الدوري، فبالتاكيد هيقول في التوقيت ده ان هو زملكاوي. لكن ده النسبه دي مرعبه يا كابتن سمير، على عكس خالص 5 في كل 10. ده الكلام ده اللي بيقوله كابتن جمال عبد الحميد، لو جينا عملناه في كل 10 نلاقي نص، يعني 2 من 40، نص واحد يعني 1 من 20 بيقول انا زملكاوي و19 بيقولوا انا اهلاويه. ما اعرفش النسبه دي ممكن تكون اتغيرت ولا لا، ولكن ده كان سؤال الكابتن جمال عبد الحميد احد رموز نادي الزمالك. وانا زي ما قلت في البدايه، انا قضية الشعبية ما بتشغلنيش بشكل كبير جدا، لان فكرة ان انت عدد جماهير النادي الاهلي مش هي القضية الاولى في فكرة انتمائك للنادي الاهلي. انت بتنتمي لنادي من اول يوم كان بيضع اسس وقواعد ومبادئ وتربية في النشأ ودور اجتماعي ودور وطني كبير جدا يعقبه بطولات كبيرة جدا. فبالتأكيد فكرة عددنا قد ايه مش هي المهمة، المهم احنا بننتمي لنادي او كيان شكله ايه، كيان النادي الاهلي، كيان يفتخر به كل مشجع للنادي الاهلي. ولكن في القضايا التسويقية بالتأكيد النسبة واضحة والامور واضحة والشعبية واضحة جدا انها للنادي الاهلي. ده شيء معترض به في كل الوطن العربي، لان الاعلام السعودي ما كانش مصدق حتى فكرة ان النسبة 50-50. ده طبعا كان بالنسبة لموضوع الشعبية. اخيرا الكاف بيغزل الرجاء، بعض المواقع في المغرب اتكلمت عن فكرة تحقيق مع طاقم التحكيم اللي ده ادار مباراة الذهاب بين الاهلي والرجاء، وان في تحويل للتحقيق في الكاف. طلع مسؤول لجنة الانضباط قال ما حصلش الكلام ده ومفيش حد اتحول للتحقيق ولم ننظر في الامر، والموضوع كله اخبار صحفية غير دقيقة وغير صحيحة، لان اللجنة حتى لم تجتمع حتى هذه اللحظة. ودي كانت اخر يعني اخبارنا النهاردة. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع.